كتير جدا، بس انا هرجع للنقطه الاساسيه اللي حضرتك ما ردتش عليا فيها. ماشي بالظبط كده. احنا اتلغى لنا جولين كويس، وواحد منهم لو هنتكلم يعني ما فيهوش اصلا جدال، تمام كده. النقطه دي لو اتكررت الامر مخيف، لان لو انا بادي والروح بتاعتي كنادي اهلي موجوده واللعيبه بتاعتي بيبذلوا اقصى ما عندهم والجهاز الفني وزي حضرتك قلت كلنا منظومه بتسعى ومحترفه، ولكن يجي حاجات زي كده بقى سميها اخطاء تحكيميه سميها عدم توفيق ما اعرفش، ولكن الامر اللي على الارض ان في اهداف بتلغى بسبب الفار سواء عن حق او غير حق، ده مش كويس طبعا. وعندنا مش الموقف ده حصل قبل كده، يمكن مواقف قبل كده ما هي دي بقى حصلت بصراحه يعني. ويمكن كابتن صبري الحفيظ اتكلم في الموضوع ده بشكل كبير جدا، بشكل صارم طبعا، ما بيعاتبش على الحكام لكن بيقول لهم لا احنا محتاجين حقنا. ما انت ما ينفعش، انا في مجهود مبذول من جميع المنظومه، ما ينفعش بقى يعني في 90 دقيقه حكم باش موفق يضيع لي بطوله كامله بمجهود شاق بهذا الشكل. فاحنا محتاجين طبعا يعني اخواتنا وحبايبنا ورجال التحكيم اللي هم بيسموهم القضاء العادلين، محتاجين يبقى في تركيز صراحه. يعني زي ما اللعيبه بتركز والجهاز الفني بيركز في المباراه عشان يكسب بالثلاث نقاط، انا كمان كحكم محتاج ان انا اركز في 90 دقيقه عشان اطلع في الفير بلاي، اطلع احسن حكم في هذا الاسبوع، احسن حكم في هذا الشهر. لازم التحدي ده بالنسبه للحكام، خصوصا حكامنا حكام دوليين يعني مش حكام لسه بادئين طبعا، امين عمر وغيره طبعا، اسماء ما هياش صغيره بالظبط. بس احنا يعني حضرتك بحضرتك مثال، احنا انا ونهاوند متشرفين بوجودنا في البرنامج ده بقالنا سنه بالتمام والكمال. على مدار السنه دي اتكلمنا كتير على الحكام كملف لوحده وعلى الفار كملف مستقل. سيبك من الفار، ادينا اتكلمنا فيه في حته التحكيم لما يكون في تحفظات متتاليه يعني وكتير، هل دي بتكون سقطات تحكيمية ولا الواحد يبتدي يشك في وجود سوء نية ولا هي صدفة ولا ايه الحكاية؟ وما كريم انا عايز اقول يعني هنبعد يعني هي سقطات بصراحة يعني يعني ما اقدرش اقول في حكم بعينه عايز واخد بالك يعني يضايقك او يعطلك، لان هترجع ليه هو يعني صحيح. الحكم لازم يبقى حكم عنده فير وعنده الفير بلاي وعنده كمان ده دور طموحات. طبعا ان انا عايز ابقى حكم رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا، اروح كاس العالم. ف دي احنا فعلا عندنا حكام محترمين حقيقي بالظبط. فالنهارده ما افتكرش ان احنا يعني في هذا العهد في حد مايل للابيض اكتر من الاحمر او الاحمر اكتر من الابيض، ما افتكرش يعني. ممكن تكون ميوله للون معين، لكن انت قتل عيشك ده مستقبلك طبعا. انت راجل عايز تتصنف، راجل عايز تبقى احسن حكم في مصر في افريقيا، فما ينفعش ان انا ادور على الابيض او الاحمر، لا لازم ابقى انا مش شايف ولا ده ولا ده بالظبط. العب انا كمان عشان اسمي وتاريخي. النهارده مثلا عندنا حكم او اثنين او ثلاثه من المسؤولين في افريقيا، ليه ما يبقوش خمسه سته؟ وبعدين نفس الكلام بالنسبه لكاس العالم.